عندنا أشياء تحرم على الصائم، لكن ليست من المفطرات، لكن هي من المحرمات. قول كل محرم وفعل كل محرم. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى هل قول الزور من المفطرات؟ قال رحمه الله، وهذا من ورعي رحمه الله، قال لو كان هذا من المفطرات لم يبقى لنا صيام، ونحن نحسب والله حسب أنه بعيد عن هذا. إذا لابد أن تبتعد في صيامك عن قول كل محرم أو فعل كل محرم، خاصة إخواننا عندنا هذه الأجهزة ابتعد عنها الآن. احفظ صيامك الآن، تحفظ صيامك، لابد تحافظ على الصيام. أنت تحافظ الآن على صيامك من الطعام والشراب، حافظ على صيامك أكثر ما يكون من المحرمات، خاصة هذه الأجزاء، نسأل الله عافية والسلام. طيب، قول كل محرم وفعل كل محرم، كذلك يحرم عندنا كما سيأتي معنا الوصال، لأن من السنن سيأتي معنا تعجيل الفطر وبلع النخامة، يعني البلغم أكرمكم الله، يحرم بلعه، لكن لو ابتلع، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لم يفطر، لأنه لم يدخل شيئا إلى جوفه. أما بلع الريق لا أشكال فيه، وهذا من المباحات بلع الريق، لأن بعض الناس يظن أن بلع الريق من المفطرات، حتى لو جمع الريق وابتلعه ليس من المفطرات، لأنه لم يدخل شيئا إلى جوفه. ولذلك تجد بعض الناس صلى الله عليه وسلم وسوس يكثر من البصاق في نهار رمضان، لا إشكال في هذا، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. والله سألني العام، إخواننا لابد نتعلم، لابد نعلم الناس، لابد ننشر يعني مختصرات في الصيام حتى الناس تفقه. والله سألني العام، يقول لي أحد من يعيش في الدول الأوروبية، يقول أنا أكرمك والله، أقول لا أدخل الحمام وأنا صائم، لأنه يعتقد أنه إذا دخل الحمام وأنا صائم أفطر، ولا أعرف المفطرات، نسأل الله السلام. يباح للصائم بلع الريق والتبرد، لا إشكال في هذا، وكذلك له أن يغتسل، ولا إشكال في هذا، وله أن يستاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم عليه الصلاة والسلام. فلا إشكال في السواك، استعمال السواك، لا إشكال في التبرد، الإنسان يتبرد، لا إشكال في أن الإنسان ينام في نهار رمضان، لكن يا طيلة النهار وهو نائم. ولهذا الآن بعض الناس يظن أن شهر رمضان الليل سهر والنهار نوم، لا، حال السلف لم يكن على هذا. يا إخواننا غزوة بدر الكبرى كانت في رمضان، لم يتغير شيئا عند الصحابة رضو الله عليهم لا في الليل ولا في النهار. ولماذا لا نكون على حال السلف، تنام مبكرا وتستيقظ تكثر من قراءة القرآن من الاستغفار؟ طيب،